هي سي فري ماشي اول مشاركه ديالي مع الفنان سامي يوسف، شاركت معاه في حفلات اخرين ولكن كانوا خارج المغرب. فبالنسبه لي هذه الحفله كان عندها طعم خاص لانها في مهرجان مغربي وسورتو في مدينه فاس اللي هي مدينتي. فبالنسبه لي هذا شي حاجه اللي زوينه بزاف انني شاركت معاه في الحفل ديالو في هذا المهرجان. اختيار الاغاني اختارهم السيد سامي اللي حاول انه يختار من المرشحات ومن الاشعار الاندلسيه، وقمنا بالاشتغال عليها احنا كاملين الاصوات كاملين والعازفين، والحمد لله عطات نتيجه زوينه وتمتعنا احنا بالعمل على هذا المشروع، وتمتعنا باننا كنا تقاسمنا الموسيقى مع الجمهور تيعرف بزاف ديال الاغاني من الريبيرتوار ديال السيد سامي. فبيان سور كان تجاوب كبير معاه، غناو معاه، وهذه شي حاجه اللي تتفرح وتتشرف. تنحطوا اللمسات الاخيره على الالبوم ان شاء الله اللي غادي تري بروشينمون، واللي ديجا خرجنا منه بعض الاغاني، وان شاء الله غيخرج من هنا شويه. رضيت بما قسم الله لي وفوضت امري، اسماعيل بوجيه منشد مع الفنان العالمي سامي يوسف ورئيس مجموعه الشمائل المحمديه التي شاركت مع الفنان العالمي سامي يوسف. في الحقيقه هذا الحفل او هذه السهره هي كان حفل متميز لالتقاء الثقافه المغربيه والثقافه الاذربيجانيه والثقافه الاسبانيه بمشاركه الفنان العالمي سامي يوسف و مشاركة الفنان الإسباني مورو إيرايال. فكانت مشاركته مشاركة ناجحة، وكانت مشاركة الفنانة معا وامتزاج الأصوات كان أعطى طبقا فنيا رائعا تمثل فيه امتزاج الثقافات الموسيقية وامتزاج الحضارات، بما يضفي على ذلك نوعا من الجمالية ونوعا من الحلاوة ونوعا من الطلاوة. وما إعجاب الجمهور الحاضر في هذا الحفل الكبير إلا عن رضائه بما قدمه الفنان العالمي سامي يوسف والمجموعة التي شكلت كثير منها تركيا، إسبانيا، المغرب، فرنسا، إيران، أذربيجان. فكانت مختلف الثقافات أدت طبقا فنيا متكاملا أعطى حلاوة وجمالية للحفل. وشكرا لكم لمتابعتكم هذه الحفلات الفنية كما لا يخفى على أي واحد، لأن ليست هذه المرة الأولى أو المرة الثانية التي يمكننا أن نقول فيها أننا نساهم مع الفنان سامي يوسف أو نقوم معه بأشغال. فالفنان سامي يوسف هو فنان كبير محترف، فنان عالمي. فالعالمية تستوجب الصبر على التدريب، الصبر على التدريب والجهاد في التدريب بمعنى الكلمة، أي بمعنى أننا يمكننا أن نجلس 13 ساعة وإحنا نتدرب وإحنا في تدريب. فهذه من صفات الفنان سامي يوسف، فهو لا يتعب في التدريب ولا يتعب، لأن الإتقان هي علامة
الفنان سامي يوسف. تفاعل الجمهور الفاسي وكذلك كل أنحاء المغرب، حتى من إسبانيا، حتى من فرنسا، حتى فهناك كان كذلك امتزاج ما بين الدول في القاعة. فكانت امتزاج الكثير، الحضور لا يمكن أن نقول فاس، ولكن فاس والدار البيضاء وأكادير والرباط وفي المغرب كله الحمد لله كان حاضرا في هذا الحفل، وكان معجبا بهذا الحفل، وكان مسرورا وعاش أجواء روحانية عالية. فشكرا لكم مرة أخرى على متابعتكم لهذه الحفلات، وشكرا لكم مرة أخرى على اهتمامكم بهذا الفن الراقي، هذا الفن الراقي العالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.